انا قلبي راح مني يا حبيبي لما شفتك

وي اكيد من البدايه البدايه هالناس ما بتعرفها في في قول بالبدايه انه باميلا الكيك كانت رح تكون موجوده معنا من الاخر بس لانشغالات عديده وكان في عندك تصوير عده مسلسلات ما كنت قدرت تكوني موجوده سيباك. معنا بس بقول لك يعني الطاوله طاولتك واهلا وسهلا فيك وحابة حابه تنضمي للفريق <applause> نحن بنكون اكثر من مبسوطين نفسي بشرفنا هذا الشيء باميلا خبرينا انت كنت سبيسال بالتمثيل باللوك تبعك وحتى بالغنيه تبعتك فينومين دو موت ما من الكيك ولا شو ولا انت هيك؟ مش ضروري يمكن بس عايشة على كيفي قد ايه عايشة على كيفي؟ آه ماكسيموم ماكسيموم يعني بعمل اللي بحس فيه بعمل حسب ما مودي بيقول لي آه، دايما اي تراي تو بي اولويز بوزيتيف يعني آه، كل الناس بتفكر انه ما عندي مشاكل وانا دايما هيك مبسوطه وهيك مش ضروري بس انه دايما بفتش على القرن الصغير اللي فيها ضوء قوي عندك مشاكل؟ او مين ما عنده مشاكل بس كثير يعني معقولة تاثر عليك آه هيدي المشاكل اللي بعتقد عم بستعملها بالتمثيل اللي شوي عم بتساعدني على انه فرجي هالكوتات تاني تبع باميلا يعني هالشخصيه اللي بتطلع مني بتقدر جسدها عم نشوف الصور دائما حتى اللوك تغير كثير من فتره آه لفتره ايه اوقات في اوصل مثلا لمرحله انه بابي انه اه باميلا هو كان لوك دائما آه سكرتير سكرتير <applause> لا هون انتبه دائما اللوك بيجي من بعد كل مسلسل فهون كنت بعدني طازه من بعد ساره فيمكن ايه لوك سكرتير افيك لي تو ايه بعمل بتسمعي لحدا بروفيشنال باللوكس او دائما انت مثلا تعملي مثل ما انت بتحبي أه لا ولا مره بعد التجيت لستيليست او حدا يعطيني بس انه ليش لا بحب يعني بسمة إيه. حتى خرزات زرق, أه إيه أه يعني زرق كثير معقول حدا يصيبك بالعين؟ هلا انا بقرب بصيبة العين بس ما اللي بيقرب بيصيب عينه بكتافي كان ايه بتقرب <بتدلوا> بترجع احسن بتكون هيك معلي برد له اياها دغري حبيبي خبري سوار باميلا كيف بونسوار سافا دغري فتنا باللوك و ضيعنا شوي صلب الموضوع باميلا الكيك ممثله بارعه ما رح اقول احسن ممثله بلبنان ما اظلم غيرك طبعا. وانت ما رح تقبلي بس عن جد انت من احسن الممثلات ننطر ننطر فتره تنشئ هال هال دراما. دراما ومنلاقي خلق لنا وجوه جديده مبدعه امل للبنان لانه انتم بالنتيجه بتمثلوا لبنان بهذا الدومين نسيو. شوي فجاه بتقرروا تروحوا صوب الغنى بفهم انه الدراما يمكن ما بتطعمي خبز او الدراما ما لها مستقبل وشفنا اللي قبلك الكبار يلي مثلوا ما له ما بتوصل لمطرح انا رايي فيك انه انت ممثله جدا بارعه وبتلعب الدور بتعيشينا اياه من من القليل هلا على الساحه يعني. وصلك لشو بدك تقلي انا رايي من رايك انا ما رحت المغنيه اصلا ما كنت مغنيه انا ما ما بغني إيه حتى إيه بالبيت بقى إيه حتى إيه لو صوتي حلو بس بدي يعني اقول لك شغله لانه ليه ليه طيب عندي جوابين لك واحد بيعمل شغله كتير منيح ليه بدي اعمل 100 شغله هلا اذا بدك تغيري شي تكوني شي عن غير مغنيات يعني اذا عندك شي سبيسيال لا <applause> بدي اقول لك شغله انا اول شيء هيدي الغنيه كانت اون سورت دو ريميرسيمون من بعد سيلبريتي دويتس عملتها تقول ثانك <applause> يو لكل الناس اللي صوتوا لي اللي حبوا صوتي اللي حبوا ستايلي اللي حبوا كيف انا بكون على المسرح فهيدي الغنيه ما كانت أكتر من هيك يعني واجت اصلا بوف دج علي كانت فكرة وليد المسيح دغري رحنا سجلناها صار في عنا اغنية بس لاقول لا لا ميرسي للناس باتريسيا نامور بامل كثير شاطرة بالتقليد وبتعرف تقلد شيء انت كان بدك وسام من المنطقة هونيك أه من روسيا تفضلي بليز نو بليز باتي سو رود بس لحكي مع حبيبي يلا يا بدك بدك اذا فينا نعمل ديسكور صغير بتعرف لك كم كلمتين بالروسي؟ لا ولا شيء خرجوا باللو... بالاوكراني بيعرف لا لا ليش انا نهار تتهموني باللبنانيات نهار بالهيدا اللبنانيات ما في احلى منهم بالعالم احلى شيء بنات بيرجعوا شباب لا بس انا تعرفت على حديثكم لانه كنتوا عم لا. تحكوا عن اللوك و... وقطشتكم سوري بيير بس انا بدي كلمه واحده بس بال لا بتعرف قد ايه اخذ وقت شعراتي؟ هيدا مينيموم بالايام مش بالساعة نص ساعة نص ساعة اذا الكوافير كثير شاطرة نص ساعة يعني اكيد نايمة فيهم اكيد بس انا بدي اقول شغله اللي ما بتعرفوا عن باميلا انه باميلا بترقص كثير حلو كمان او ماي جاد راقصه بارعه ما شفناها بكين باتيس لا عن جد بس <applause> يعني راقصه انا لانه بعرفها لباميلا من قبل وسهرانين بكذا محل سوا وعن جد بترقص كثير حلو يعني فيكي مثل ما كان عم بيقول حبيب اذا ما بيكتب تتجهي للغناء عملتي غنيه وحده فيكي تعملي ايزلي باميلا بتنجحي كثير اذا رقصتي لانه عن جد بس بس بهمني شغله بيهمني اوضح شغله احسن طبعا. ما حدا يفهمني غلط، انا ما عم بقول انه ماني شاطره بالغناء او ما بدي بس انا لانه مبسوط فيك بالتمثيل وبتجنني بالتمثيل بس بس فهم فهم انه حرام واحد بيعرف يعمل يعني شغله كثير منيح ليش تعمل ما قلت غيره. لك انا رايي من رايي أدد... انا ضد انا ضد تعملي غير شيء حتى رقص حتى كل شيء بس وصلت الفكره، اوكي كيك الكيك انت جريئه كثير آه، مره تصورتي صور مع تاتواش لتحطيهم كفر لمجله <applause> <تسجيل> وكنت مصرة مصرة حطيتهم كبر وفجأة ما جان نشفين هالصور ليك أنت خايفة تطلعي جريئة؟ اوف شوي دفروجرام شوفت لا كيف لا عن جد هو المعلومات كتير سرية وبفضل ما أحكي عنهم من الآخر, <تسجيل> من الأخر. <applause> آه، انت بتكون اوقات جريئه اكثر من الاشخاص اللي بيكونوا حواليك بيجعوا بينصحوك شوف, في شوف انا بعتقد انه كل شخص كل شخص يمكن لو شو ما كان كل شخص جريء بالنسبه لي <applause> كل شخص عنده جرأه بمكان ما الفرق بس كيف بيطلعها كيف بيفجرها لهالجرأه <applause> فهذا الشيء اللي عم تحكي عنه كانت فكره وما قدرت اعملها لانه كانت كثير كبيره كانت لدرجه انه فيها تعملني اكس عن الكره الارضيه كلها شو كانت الفكره هيك ما عملتيها لا لا ابدا وين كانت تاتو على ايدي على ايديك على ايدي كيف يعني رسمات او شعارات <applause> <متنم> <applause> انت على <عائية> اصبعك <applause> <خليني هيكي> <applause> لا سبع قصه وخلصت يعني بس انه اليوم كنت عم صور بهيدا اللوك فكره كمان جريئه كمان ما بعرف كيف الناس رح تتقبلها بس حبيتها مهضومه سباس يعني بالنسبه إلي ما بعرف هيديك ساكاس كانت؟ هيديك ساكاس كثير بقوه يعني بيج تايم بعملها بتفكري مثلا بس رح تتجوزي وتجيبي اولاد بتفكري مثلا توقفي الكارير إيه؟ تبعك مشان اولادك اذا جوزك طلب هالشيء؟ لا جوزي يطلب هالشيء بفتكر من اذا اذا إيه اذا لا 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 مش سالس وارد هالموضوع و... لا مش وارد يعني انا مش رح يجي كمان نهار اطلب منه يبطل شغلته اللي هي الباسيون تبعيته واللي اشتغل عليها واشتغل فيها وطلع من من وراء حاله فانا خمس اولاد رح أجيب بس اتجوز خمس اولاد بهالفتره بوقف اكيد مش لانه هو طلب لانه انا اكيد رح اطلب هالشيء بعدين اكيد رح كمل اكيد بدي دور ماما ودور تاتا بعدين وهيك بلا بوتوكس و عمليات تشميل بقول انا كثير بحب لك ادوارك وحبيت كثير وقت لعبتي دور بتكون المتراس تبع بسارة بسارة راغدة <applause> بس مزبوط بدي اسألك قدي بتروحي بجرأتك يعني بتعملي ديسان فيها شوية مشاهد مغرية بتخد في نوديتي فيها فيه بونسي صارك بمدام كارمن وقتها كان بده يكون بالتخت شبه عارية يعني وبده يصير في قبولات ايه. بيني وبين الممثل فما بقول لك مش ما عم نتخطى هيدا الحاجز ما عم نتخطى يعني هيك يعني بس صعبة حتى قلنا صعبة لأنه بس ليه؟ المواضيع كلها بس المواضيع كلها عم بتكون عم تكسر شوية تقاليد تبعنا وعم نروح فيها على الأخير بس وقت عم نوصل للتمثيل موضوع كثير بس التمثيل ما في التمثيل يعني. ما عم بيكون أوزي وهيدا الشيء شوي عم يزعجنا نحن عرفتي؟ ما في شك إنه السنين القليله بس اللي هلا مضت يعني من شي 2 3 4 ماكسيموم كثير تقدم ال التمثيل عندنا من ورا كتاب حتى من ورا شخص اسمه كلوديا مارشاليون صرتي بتشوفي طبيعيه غير الاداء صار بالحديث في طبيعيه معينه يعني. فبعتقد شوي بعد بدنا للمجتمع يتقبلنا لانه مجتمعنا بتطلعي بتقولي ها ليك التركيه بتبوسوا وتجوزوا وليك وينهم بتاخذ هون يا عيب الشوم على الكاتبه وعلى هالمسلة طيب يا مدام ما هلا بعدك من ثانيه قايله انه تقبل ميرسي على اللي علينا ما تقبلت ف ما عليه بعد بدنا شوي بدنا بعد شوي وقت بتقولي <تصفيق> <م>. <تصفيق> رولا منصور من الاخر بعمل كثير بحبك بالتمثيل وبس انا بدي انصحك كوني مثل ما انت وهيدي الجرأه برات التمثيل آه روحي فيها للاخر وناس تلحق يعني أكيد. انت تكوني ليدر وناس <applause> <applause> شو ما عملتي نفسي بوكو قاعده انا فاميلا اكيد ثانك كثير جنني طبعا اه يعطيك نحن بنتشكر كثير لوجودك معنا الليله فعلا ممثله بارعه ودائما بنشوف طريق نجومية بعدها باولها لك قديش انت بارعه وناجحه بلبنان انا بتمنى لك دائما النجاح العالمي اه ونشوف باميلا الكيك بركه على الافيشات تبع هوليوود اه قريبا ان شاء الله ان شاء الله بعد كم سنه ميرسي ما مش كثير طموحي هوليوود خليه للامريكان هوليوود